حكم على زوجها من قبل بحيازة النقد الأجنبي، واليوم هي المتهمة بتهمة الثراء الحرام والمشبوه داخل محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم، وبعد 3 سنوات من المداولات على وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير. قضت المحكمة بمصادرة عقارات وأراض زراعية ومشغولات ذهبية، ورغم ضخامة الغرامة التي تقدر ب100 مليون جنيه لصالح حكومة السودان، إلا أن العقوبة مخففة بنظر قانونيين. لم تتم محاكمتها بموجب قانون إزالة التمكين أو قانون يعني التغيير الاجتماعي الحصل يعني بموجب مقتضياته وقوانينه، وإنما بقانون الإنغاز ذات نفسه. كثير من القانونيين السودانيين يعتقدوا أن هذا الحكم جاء يعني مخففا، لم يأتي هذا الحكم مشدد بظرف الشدة المفترضة والمتوقعة. على الجانب الآخر، يرى المدافعون عن وداد بابكر أن المحكمة شابتها مخالفات وأنهم ماضون في استئناف القرار. الآن القرار ده صدر من المحكمة اليوم، صادر كل ممتلكات أبناء، على الرغم من أنه أبناء برضو مواجهين باتهام، وفصل البلاغ في مواجهتهم أو فصل الاتهام في مواجهتهم، وما سمح لهم أن يقدموا تبريراتهم أو دفاعهم. مواطنون يرون أن الإجراء هو الطريق الصحيح لاسترداد أموال الدولة المنهوبة عبر القضاء لإرساء العدالة. نحن بننشد العدالة دائما، لأنه ثورتنا ثورة مبنية على 3 أجزاء: حرية، سلام، عدالة. في أشياء أكثر من شنو؟ أموال وعقارات، في أموال مهربة. إحنا دايرين العدالة والغداء السوداني يجيب لنا الحياة شنو؟ اطلعت برا أكثر شو عقارات شنو؟ يقولون جماعتها بطريقة غير مشروعة يعني، فلذلك الناس بتكتفي بأنه يصادروها منها ويفكوها، يعني ما في داعي يمسكوها. أي إجراءات اتخذته القضاء السوداني والعدالة نحن معاه. تهمة الثراء الحرام والمشبوه والعقوبات التي صدرت من المحكمة تضع المواطن السوداني مراقبا لهذا الملف الشائك، بين رغبة في تحقيق العدالة وخوف من ضياع حقه. لين يعقوب، الحدث، الخرطوم.